طبعا ده تهديد سيء جدا، ويعني نوع من الغش في التعامل مع التراث والآثار، عدم فهم وجهل، لأن حادث الموصل ومتحف الموصل الحقيقة من الأحداث التي تثير يعني الحزن الشديد لما وصلنا إليه في مثل هذه الحالة. المنطقة العربية كلها بتعاني من تحديات كثيرة، وإن شاء الله في شهر إبريل مؤتمر تم الدعوة إليه من مصر هيكون بتحالف هذه الدول المعرضة للخطر، وهيكون مع اليونسكو برعاية اليونسكو، هنشوف إيه الإجراءات اللي ممكن ناخدها مع بعض علشان نحاول نحافظ على التراث المهدد بالخطر. وزير نزل التكلفة يا فندم قد ايه؟ تضمين 61 مليون جنيه. خطة الوزارة الفترة الجاية لتضمين الأماكن الأثرية بشكل عام؟ خطة الوزارة مستمرة في استكمال جميع المشاريع اللي بدأت فيها ترميمات وتطويرات للمناطق الأثرية ورفع الكفاءة، وإن شاء الله في من ضمن التطوير ورفع الكفاءة هنفتتح بإذن الله في خلال هذا الشهر معبد الأقصر في الأقصر، بعد تطوير الأسلوب الأمني أو التقنية الأمنية لهذا المعبد وأيضا الإضاءة. إن شاء الله الشهر اللي جاي هيكون في افتتاح لمعبد هيبس في الخارجة، وهو من أميز المعابد المصرية للعصر الذي بني فيه، في عصر الفارسي الأول الأسرة 27، وهو من القطع الفنية في الخارجة اللي بترفع من إمكانيات واحد الواحة وإمكانيات الوادي الجديد اللي كانت توضع على الخريطة السياحية. هل يا فندم هيتم للمواطنين السماح بالدخول لهذا المتحف للتنشيط السياحي بشكل عام؟ في حد منع انه يخش متحف؟ بس حضرتك يعني لا السؤال غير منطقي، لان المتاحف والمناطق الاثريه مفتوحه للجميع ان هو يخش، يعني مصري او اجنبي. طبعا طبعا.